نحن في قانيا، حيث عزز الجيش الوطني اليمني مكاسبه العسكرية في جبهة قانيا والوهبية بمحافظة البيضاء. وهذه مشاهد حصرية توضح وصول الجيش الوطني اليمني إلى شبكة اليسبل والحمى السوداء والخدار السود وموقع المخابي في محافظة البيضاء بعد دحر الميليشيات المتمركزة فيها في عملية تهدف لحماية المواطنين من القصف العشوائي. وفي مديرية خبو الشعف بمحافظة الجوف، وقعت كتيبة حوثية في كمين للجيش الوطني اليمني بعد هجوم فاشل شنته الميليشيات الانقلابية على منطقة المهاشمة المحررة. الهجوم أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيات يتقدمهم القيادي الحوثي حيدر الكحلاني. الحمد لله جبنا الهاربين، صورهم هاربين صورهم، نحمد الله ونشكر. أما في صرواح فقد قصفت الميليشيات بيوت المدنيين في المناطق المحررة، مما دفع الجيش الوطني اليمني لتدشين عملية عسكرية لحماية المدنيين أطلق عليها مسمى درع صرواح. في أوسع تقدم للجيش الوطني والمقاومة القبلية في محافظة الجوف، خلف هذه الكثبان الرملية تقع الحزم، عاصمة محافظة الجوف. التقدم الأخير ساهم في الوصول إلى شرق الحزم وصد هجوم في المهاشمة وتضييق الخناق في المنطقة الفاصلة بين محافظتي الجوف ومأرب. لقناتي العربية والحدث، محمد العرب من شرق الحزم في محافظة الجوف.